ممكن تعطينا يعني لمحه عن الحلويات اللي موجوده عندكم في المحل؟ طبعا المحل منذ بدايته يعمل بكافه انواع الحلويات الغربيه، من الكنافه بجميع انواعها، خاصه الكنافه المعروفه بالكنافه النابلسيه. السلام عليكم. عشان بس نوصي بدنا عشان معي أجنبية أستاذ، بس عن إذنك بس عشان معي أجنبية نوصي من برايحي. sorry أول أيتها في كنافة. كنافة؟ كنافة أوكي. نص نص how much is it؟ أبي 10 تلتين 10 50. ليش 50؟ شو هي بعشرة؟ 10 انت ليش قلت لها 50؟ شو 10 ليش قلت لها 50 انت؟ طب شو بدك في هالشغله يا حاج؟ شو بدك 200 شيكل. طب خلص اعطيني الباقي، انت شو بدك في هالشغله؟ كيف شو بدك في هالشغله؟ انا وياها بنخلص بس هيك. شو تحكي؟ ما ينفعش تستغلها. مش استغلال شغلها. لا 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 اسكت. بنعلها 50 حرام عليك. كيف الله يا زلمه؟ كيف يعني انت قاعد بتشوه في سمعتنا كبائعين؟ اولا ليش يا حاج مش اولا هلا انت لك تاخذ ال 15 ال 10 خليك معي. احنا بنتعامل مع الناس باخلاقنا المأمورين فيها ان نتعامل فيها، اخلاق الاسلام. بنضحكش على الناس، ما نسرقهمش. هاي اجنبيه. لا هذه اسمها السرقه. هاي مش مسلمه. هذه اسمها السرقه، اسمها خداع، اسمها غش. هذه انا قطعت لك حقها 10 شيكل. مش تقول لها 50 شيكل. لا 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 اتس كود اتس كود. لا خليها تفهم. نو 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 بروبلم. ذس 10 شيكل. نو 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 ذس 50. ذس 10 شيكل. نو 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 ذس 50. يو ناو 50 شيكل. يعني في 40 شيكل. 40 شيكل ستيل. نو 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 اتس ا جود. نو نو ستيل 40 يعني هذا عماله قاعد بسرق. اتس 10 اور نو 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 50 بسرق باسم ايش؟ حج بس خليك معي. انت خليك معي خلص. مش انت اللي انا بدي افهمك. قديش النسوئيه عندك؟ انا بدي افهمك. النسوئيه بخمسه صح؟ احنا بنتعامل مع الناس. انت مسلم. طب ما هي مش ولا مش مسلم؟ انا مسلم بس هي مش مسلمه. انت بتتعامل مع الناس، يجب ان تتعامل باخلاق الاسلام. اخلاق الاسلام اللي بيمنعك من السرقه، بيمنعك من الغش، بيمنعك من الخداع، بيمنعك من الاحتيال. لا يا هذه كلها حرام. مزبوط بيحكي. مزبوط. ولو انها شغلي. هذا شغلي. هذه مالها حرام عليك. هذا شغلي. هذه مأمنتك. شو بتصور يا عمي؟ هذه مأمنتك. مصور يعني هو مصور. طب خلص بدناش ناكل. It's here كنافة not good. انت اللي سيء مش شغلي اللي سيء. طب اعطيني 200 يا حاج. بديش اعطيك 200، روح روح. هات ال 200 يا حاج. روح روح في شيء لك عندي شيء. بدناش ناكل اثنين. نو 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 اتس كول. كل احترام يا حاج. احترام. من اخر روح. خلص يا حبيبي روح. هات 200. روح شوف وين بدناش اجيب لك الشرطة. جيب لي الشرطة انا دفعت لك 200. روح انصرف من المحل. اعطيني 200 يا حاج. فيش لك 200، مش لك ال 200. هلا مين ال 200؟ لها ال 200. طب رجع لها ال 200 عشان نلعب. برجع لها ال 200 وبطعميها على حسابي. بدي افرجيها قيمنا واخلاقنا. ما بنستغلش الناس. ليش هي جاي معي؟ احنا طعميها على حسابي. هي جاي معي. جاي انا طعميها على حسابي. انا جاي معك بوشها وتسريعها. هذا شغلي يا حاج. خلص روح روح. هذا شغلي. روح. طب انا بطعميها على حسابي يعني خلص. ما تتدخلش. شو بدك تطعميها على حسابي؟ انا بطعميها على حسابي. ليش هي جاي معي؟ اذا ما عيب عليك تستغلها، عيب. ما استغليتها، انا هذا شغلي. شغلك شغلتك بين هيك انت. هذا شغلي. لا مش شغلك. شغلك الحرام انا والسرقه. سرقه يا حاج. داي الله يا زلمه. سرقه هذا. خاف الله. انت مسيل المحل والله. انا ما سيت المحل. بنعدي باخلاقنا اللي امرنا فيها الاسلام. بنسرقش، بنغشش، بنخدعش. صحيح صح بحكي. هذه كلها محرمه علينا، مش نفرجي الشعوب الغربية اللي بندعيها لأنها تيجي لإسلامنا إنه إحنا بنغشها بنسرقها. لا، لازم أعطيها شيء قيمنا. لازم أعمل الإسلام دعوة ودعاية لكي يدخلوا في الدين، مش أغشهم، مش أكون مخادع. ما بتحكيش عربي، ما هي حاج ما بتعرفش يعني شيء قديش. لا بتعرف عربي، بتروح بتسأل، بتعرف إنه أنت خدعتها وبتقولش إنه فلان اللي خدعني. بتقول أنا رحت على الخليل عند المسلمين وعملوا فيي هيك، غشوني وضحكوا علي وسرقوني.
لا انت تصرف باخلاق الاسلام. طب خلاص مشني اقول هيك حجر مكين. روح روح انا بعطيها المصرياتها. هذا مالها مش مالك. روح هات 200. روح روح بلاش تجيب لك الشرطة. جيب لي الشرطة انا دفعت لك 200. انا سرقت من المحل. لازم اعمل الاسلام دعوة ورعاية لكي يدخلوا في الدين. مش اغشهم مش اكون مخادع. رجعنا 200 وضعنيها على وجوب الشرطة. ليش هي جاي لأمانة كلها حرام كلها معك برنامج النخوة بتشوفنا في رمضان إن شاء الله بتشوفنا في رمضان أعجبتكم القناة بأمل منكم كل كتب سبسكرايب لايك كومنت